دنيا سمير غانم. اهلا دنيا، ازيك؟ اهلا بك يا عمرو، مساء الخير ومساء الخير على كل الناس الجميله اللي بتتفرج عليك. يعني اغنيه حلوه وكليب جميل، يعني اللي يتفرج يبقى عايز يجي مصر على طول. ميرسي جدا جدا، انا مبسوطه انه عجبك، وشكرا على الكلام الجميل اللي انت قلته قبل الاغنيه. ميرسي جدا جدا. يعني عملت الأغنية إزاي؟ فكرت في المزيكا إزاي؟ الكلمات كل ده، لأنه فعلا هو في تلخيص حلو اللي هو اليوم في مصر ما بيخلصش. هو ده حقيقي فعلا. هو في الأول أول ما كلموني على الإعلان أو الأغنية دي، كانت الأغنية جاهزة أوريدي، كانت معمولة يعني. عجبتني قوي إن هي فيها كونسبت غير يعني معمولة لمصر ومعمولة للسياحة، والكلام بتاعها مش تقليدي يعني، الكلام بتاعها بسيط وحقيقي، وبتتكلم عن اللذاذة بتاعتنا في الصيف، واليوم فعلا بتاعنا اللي ما بيخلصش، وان احنا بنبقى قاعدين فعلا للفجر يعني. ده طبيعي يعني، ده الحقيقي فينا كمصريين. فحسيتها لذيذة قوي، واللحن كمان بتاعها صيفي كده فرفوش، فحبيتها بصراحة، وتشجعت جدا ان انا اغنيها يعني. ساعات الاغاني دي بتخوف لانها مسؤوليه، انت عارفه ازاي؟ يعني انت كده واجهه للبلد، يعني انت اللي بتغني للناس ييجوا، بيبقى فيه لازم طاقه ايجابيه حلوه كده تتحط في الصوت. ده حقيقي، ده حقيقي، مسؤوليه فعلا يعني، كانت مسؤوليه. بس بصراحه يعني ما شاء الله كل الناس اللي اشتغلت في الاغنيه، سواء يعني اللي كتبت الاغنيه من نقيعي، ايهاب عبد الواحد الملحن، ديسكو، ايهاب عبد الواحد عظيم، ايوه حقيقي، كلهم ديسكو مصر هم اللي موزعين، حتى الناس اللي صورت بقى الاغنيه، كل الناس اللي اشتغلت في الاغنيه، انا بس مش عايزه انسى حد، المخرج احمد النجار، كل الناس اللي حتى اشتغلت على شكلي ولبسي وكل بس يعني. بس دي اغنيه متعبه يعني، في لوكيشنز كتيره، انت يعني لفيت البلد كلها. ده حقيقي، احنا رحنا، انا صورت في القاهرة وفي الساحل وفي الجونة، وهم برضو لفوا اماكن كمان اكتر مني، يمكن انا كان اللوكيشن صورت فيها تعتبر قليلة، هم تعبوا قوي قوي فعلا. وكمان كان طالع معانا انفلونسز من الدول العربية، كانوا مبسوطين جدا جدا الحمد لله. فلا يعني الاغنية بصراحة كانت جميلة، وانا بصورها لا يعني كنت سعيدة، وكنت فعلا من قلبي يعني عايزة كل الناس تيجي عندنا وتتبسط معانا، لأن احنا فعلا زي ما انت قلت في الأول ان بلدنا جميلة، وما شاء الله طول السنة بلدنا جميلة، وعندنا أماكن كتير قوي قوي يعني. احنا نفسنا كمصريين هتلاقي مش كلنا اكتشفنا كل المحافظات وكل الأماكن الجميلة اللي عندنا يعني. دنيا، هل ترددتي لما جاتلك الأغنية، ولا دي عشان أغنية تعتبر وطنية وخدمة للبلد على طول دخلتي تشتغلي؟ على طول طبعا، لا ما ترددتش في اي حاجه فيها مصر، وبالذات ان بقول لك الكونسبت كمان لذيذ وايجابي، وفي حته يعني حاجه شبابيه كمان كده لذيذه يعني، فيها روح مصر يعني، جانب تاني احنا ما بنتكلمش عنه في الاغاني عاده يعني، على الاغاني الوطنيه، لانه الاغاني الوطنيه دايما بتبقى جاده جدا، انما الاغنيه اللذيذه اللطيفه دي اللي تبين جمال البلد قليله فعلا عندنا. بالظبط، وشبه الصيف كده يعني، فلايقه مع الوقت يعني اللي هتنزل فيه. انا والله وانا بتفرج دلوقتي عايز اخرج من هنا، اخد طريق مصر اسكندريه وعلى الساحل على طول بقى، نط في الميه. يلا دنيا، في نشاط بقى اكيد، هترجع لنا بشويه شغل حلوين بقى ان شاء الله. انا كل الفتره اللي فاتت دي والله يعني بحضر ان شاء الله يا رب حاجات يا رب تعجب الناس ان شاء الله ان شاء الله، مسلسل لرمضان، مسرحيه، كل الشغل الحلو ده باذن الله. ومن الحاجات اللي انا عايزه يعني مركزه فيها قوي دلوقتي مسرحيه زي ما انت قلت ان شاء الله، وبالنسبه لي دي تبقى برضو حاجه جميله، ان الناس تبقى نرجع المسرح هنا تاني، ان الناس تيجي من الوطن العربي ومن الدنيا كلها تيجي تتفرج على المسرح عندنا يعني ان شاء الله. ده مسرح يعني، ولا مسرح يتصور تلفزيون وخلاص؟ يعني مسرح الناس تروح زي ايام الوالد الله يرحمه والوالده، أيوة. الناس تروح المسرح الجميل وتحضر وتقطع التذكره، والناس تجيلنا من الدول العربيه كلها عشان تتفرج على الموسم المسرحي بتاعنا. بالظبط، يا رب يا رب ربنا يقدرني يعني واقدر اعمل كده يا رب ان شاء الله. لا دي رساله وتكمليها ان شاء الله، وعادي ده انت من عيله مسرحيه يعني. يا رب ان شاء الله، ربنا يخليك يا عم، شكرا. سلمي لي على ايمي وعلى رامي وعلى حسن وعلى العيله كلها.
حاضر، الله يسلمك، ميرسي جدا جدا، شكرا، ميرسي جدا جدا، شكرا لك، مع السلامة.